أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مشاركة، البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. معكم اليوم لبنى فواز، والبداية ستكون مع العناوين. الكهرباء السعودية توقع اتفاقية تمويل إسلامي بقيمة 5 مليارات ريال. إعمار العقارية تدرج صكوك ب 750 مليون دولار في ناسداك دبي. وستاندرد أند بورز تؤكد استمرار تباطؤ الصيرفة الإسلامية على مدار العام المقبل. وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تمويل مشترك بصيغة المرابحة الإسلامية لمدة 7 سنوات بقيمة 5 مليارات ريال، أي ما يعادل 1,330 مليون دولار، مع 3 بنوك محلية هي البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سمبا المالية. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل مشاريع الشركة الرأسمالية المختلفة. وكانت الشركة قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي بأنها ستوقع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية واليابانية المتخصصة. أدرجت شركة إعمار العقارية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 2,750 مليون درهم، وذلك في ناسداك دبي ضمن بورصة دبي. وكانت إعمار العقارية قد أدرجت سابقا صكوك قيمتها 500 مليون دولار أصدرتها في يوليو من العام 2012 في بورصة دبي. ويرتفع بذلك إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي حاليا إلى أكثر من 45 مليار دولار، حيث تسعى دبي لتكون أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم من حيث القيمة. يذكر أن ناسداك دبي استقبلت منذ بداية العام الحالي 14 إصدارا من الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكي. حقق قطاع التمويل غير المصرفي في السعودية أرباحا بمليار و200 مليون ريال خلال العام الماضي، وذلك بتراجع نسبته 22% بالرغم من نمو الأصول والقروض. ويعزى التراجع إلى ارتفاع المصروفات الإدارية الناجمة عن التغير في هياكل الشركات لتكون متوافقة مع المتطلبات الجديدة لتراخيص عملها. وبحسب تقرير الاستقرار المالي للاقتصاد السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، بلغت قيمة أصول تلك الشركات بنهاية العام الماضي أكثر من 37 مليار ريال مقارنة بنحو 30 مليار ريال بنهاية العام 2014، مسجلة نمو نسبته 25%. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الجبيل السيد فضل بولعينين، الكاتب والخبير الاقتصادي. أهلا بك سيد فضل. دعنا أولا نسألك عن سبب التراجع يعني في هذا النمو في القطاع غير المصرفي، ما السبب في هذه النسبة من التراجع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن هناك 3 أسباب رئيسة. السبب الأول ربما يكون السبب الرسمي الذي أعلن عنه، وهو المصاريف الإدارية وإعادة هيكلة القطاع بشكل كلي. السبب الثاني أعتقد أننا اليوم نمر في مرحلة ربما تكون أقل قدرة على خلق الأرباح من خلال التمويل العقاري، خاصة التمويل العقاري. نتحدث عن 4 شركات ربما تستحوذ على الجزء الأكبر من التمويل في هذا القطاع. النقطة الثالثة أن متطلبات أيضا الاستقرار المالي وكل ما له علاقة بمؤسسة النقد العربي السعودي التي تعتبر المشرفة على هذا القطاع ربما يقلص من أرباح هذه الشركات إذا ما أخذنا في الاعتبار بعض المعايير والالتزامات المالية التي تطلع بها هذه الشركات لخفض المخاطر مستقبلا. هذه 3 الأسباب الرئيسة ربما يكون خلف هذا الانخفاض. ولكن في المقابل وهذا أمر جيد، نجد أن في الأصول هناك ارتفاع كبير، وهذا أمر جيد حقيقة لهذه الشركات الوليدة في السوق السعودية. ونحن نشكرك ضيفنا عبر الهاتف من الجبيل السيد فضل بولعينين، الكاتب والخبير الاقتصادي. في تقرير حديث لها، رجحت وكالة ستاندرد أند بورز استمرار التراجع في نمو الصيرفة الإسلامية خلال العام المقبل، متوقعة أن يصل إجمالي الأصول في القطاع إلى 2.1 تريليون دولار في نهاية العام الحالي.
وحدد التقرير عاملين سيعيقان نمو القطاع خلال العام المقبل، هما تأثير الإجراءات المتخذة ردا على انخفاض أسعار النفط، وأيضا غياب توحيد المواصفات في القطاع الذي لا يزال مكونا من مجموعة من القطاعات المحلية الصغيرة. إلا أنه رأى أن قطاع الصيرفة الإسلامية لا يزال يمتلك الحوافز كي يواصل ويحافظ على بعض النمو في العام المقبل. وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تظل نسبة نمو الصيرفة الإسلامية متواضعة في العام المقبل 2017 عند نحو 5%. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو رئيس التمويل الإسلامي العالمي في ستاندرد أند بورز السيد محمد دمق. أهلا وسهلا بك. ذكرتم في تقريركم، يعني هذا أحد التقارير، بأنه إجمالي الأصول في قطاع الصرف الإسلامية سيصل ويتخطى 2 تريليون دولار، ولكن هذا الرقم هل يعكس يعني حجم قدرات هذا القطاع والقوة الكامنة فيه، أم أنه يستهدف ربما أكثر؟ شكرا على استضافتي. إذا نظرنا إلى هذا القطاع اليوم وأحجام الأصول في هذا القطاع، كما قلت هي 2,100,000,000,000 دولار، وهذا الرقم أقل من القدرات الكامنة في قطاع الصيرفة الإسلامية، لكن النمو فيما تبقى من 2016 و2017 هذا النمو من المتوقع أن يتراجع مقارنة مع ما رأيناه في العقد الماضي. نحن نقدر النمو في 2016 و2017 عند 5% مقارنة مع أكثر من 10% في العقد الماضي، وهناك سببان رئيسيان لذلك. السبب الأول مرتبط بقطاع التمويل الإسلامي الذي لا زال يتركز في الدول المصدرة للنفط. أكثر من 80% من أصول هذا القطاع في الدول المصدرة للنفط، ومع تراجع أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي في بعض هذه الدول، هذا الأمر يعني فرصا أقل لنمو هذا القطاع. السبب الثاني هو سبب بنيوي بطبيعته ومرتبط بغياب المعايير الموحدة في هذا القطاع، كما أن الناس اليوم يتحدثون عن قطاع التمويل الإسلامي العالمي، لكن ليس هناك صناعة تمويل إسلامي عالمية، وإنما هناك مجموعة من الصناعات التمويل الإسلامية أو صناعة التمويل الإسلامية في إيران والخليج وماليزيا وعدد من الدول الآسيوية، لكن هناك غياب للمعايير الموحدة. متى سنرى هذه المعايير الموحدة؟ يعني كلما تطرقنا إلى موضوع الصيرفة الإسلامية نجد أن هذا العائق هو عائق أساسي يمنع تطور هذه الأدوات، والأهم أنه يمنع الثقة فيها. يعني حتى بالنسبة للدول التي لها باع طويل في الصيرفة الإسلامية نراها الآن تعزف عن استخدام الصكوك وأدوات التمويل الإسلامي وتتجه إلى السندات وإلى الصيرفة التقليدية أحيانا. متى سنرى هذه المعايير الموحدة وما الذي يعيق وجودها؟ That's absolutely correct. هذا صحيح تماما. إذا نظرنا إلى الأرقام المتعلقة بإصدار الصكوك هذا العام في الخليج هي تراجعت، إذا نظرنا إلى إصدار السندات التقليدية هي زادت بأكثر من 50%، والسبب الذي يجعلنا نرى هذا التوجه هو أنه من الصعب اليوم أن نضع صكوكا ونصدرها في السوق. لنفترض بأن وزارة مالية تحتاج إلى مليار دولار لتدفع رواتب الموظفين أو لدفع الأموال للمتعاقدين، هناك خياران، إما وضع مجموعة من المعايير القياسية وإصدار سند في السوق، وهذه العملية تحتاج بين بضعة أيام وبضعة أسابيع، لكن إذا أردت طرح صكوك فأنت بحاجة إلى التعديل وفقا للبيئة التشريعية، ثم وضع الهيكلية، ثم العثور على أصل ملموس، ثم صياغة الصفقة والتفاوض مع علماء الشريعة والمحامين من أجل الطرح في السوق. هذا الأمر قد يحتاج ما بين بضعة أسابيع إذا كنت محظوظة أو إذا كنت جهة تصدر الصكوك دائما، أو بضعة أشهر كما حصل في المملكة المتحدة. بالنسبة للمعايير الموحدة، الخبر السار هو أن الجميع يدركون أن هذا الأمر يشكل عائقا أمام تطور هذا القطاع، ورأينا الكثير من الانخراط من جهات من صندوق النقد الدولي التي حاولت أن تدعم تبني معايير موحدة، وهناك بنك التنمية الإسلامية الذي يحاول العمل على وضع هيكلية تهدف إلى جعل عملية إصدار الصكوك تتمتع بالسلاسل التي نراها في إصدار السندات. طبعا ماليزيا هي في وضع استثنائي خاص، لأن إصدار الصكوك هو بسهولة إصدار السندات، ويمكن لهذا القطاع أن يتعلم من التجربة الماليزية في هذا الصدد.
يعني كما ذكرت هنالك أكثر من جهة دولية، ربما حتى صندوق النقد الدولي كان قد طلب بتحريك وتجاوز ما يمكن وصفه بهذه البيروقراطية الإسلامية في أدوات التمويل. ولكن دعنا ننظر أيضا إلى الجانب المشرق من الموضوع. أنتم في تقريركم تحدثتم أنه ما زال هنالك فرص واعدة لنمو هذا القطاع. ما هي هذه الفرص وهل اكتملت عناصر وجودها؟ الفرص القائمة فرص عظيمة. دعيني أعطيك مثالين هنا. المثال الأول هو تمويل أهداف التنمية الإنمائية. الأمم المتحدة في 2015 طرحت 17 هدفا إنمائيا للتنمية المستدامة لتحقق حتى 2030. إذا وضعنا مبادئ التمويل الإسلامي من جهة وأهداف التنمية الإنمائية من جهة أخرى، نجد أن هناك توافق بين الاثنين، وبالتالي التمويل الإسلامي له دور في دعم وتمويل الأهداف الإنمائية. فالطرفان يريدان خلق نظام مالي مسؤول وزيادة الشمول في الاقتصاد، وكذلك خلق نظام مالي راسخ ضمن الاقتصاد، وهذه هي مبادئ التمويل الإسلامي بحد ذاتها. المثال الثاني هو تمويل الصكوك. هناك الكثير من الدول التي تتطلع إلى سوق الصكوك وتريد الاستفادة من هذه السوق من أجل تنويع قاعدة استثماراتها ومستثمريها والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي لا توفرها الأدوات التقليدية. وبالتالي إذا تمكن هذا القطاع من الوصول إلى عملية توحيد المعايير، وعندما يصبح إصدار الصكوك بسهولة إصدار السندات التقليدية، فعندئذ سنجد كل هذه الدول أو الجهات المصدرة سوف يزداد اهتمامها بالسوق الصكوك، وهذا الأمر سيزيد من حجم هذا القطاع ومن حجم الاهتمام به. شكرا لك ضيفنا في الاستوديو السيد محمد دمق، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في ستاندرد أند بورس. شكرا جزيلا. فاصل قصير مشاهدينا ونعود من بعده لاستكمال برنامج مشاركة ونناقش بعد الفاصل. إندونيسيا تعتمد خطة عشرية لمعالجة نقص إصدارات الصكوك. تسعى إندونيسيا إلى الحد من أكبر نقاط الضعف في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهي عدم وجود إصدارات وفيرة وموثوقة من السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تركز الحكومة الإندونيسية على خطة طموحة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي في أحدث جهودها الرامية إلى تحفيز قطاع لا يزال محدوداً في أكبر بلد من حيث عدد السكان المسلمين في العالم. فعدم وجود إصدارات وفيرة وموثوقة من السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يعتبر من أكبر نقاط الضعف في قطاع التمويل الإسلامي العالمي. هذا ما دفع إندونيسيا إلى إطلاق هذه الخطة ولتعزيز إصدار هذا النوع من الأدوات المالية. وعلى الرغم من أن الصكوك من أدوات التمويل الشائعة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، فإن المعروض وبخاصة من الصكوك المقومة بالدولار غير منتظم. فمع بداية العام حتى الآن بلغ إجمالي حجم إصدار الصكوك بجميع العملات 39 مليار و500 مليون دولار مقابل 47 مليار و500 مليون دولار في عام 2015، وهو العام الذي شهد انخفاضاً في إصدار الصكوك بسبب قرار مفاجئ من البنك المركزي الماليزي بوقف إصدار الصكوك قصيرة الأجل. وقد يؤدي تراجع إصدار الصكوك إلى إلحاق الضرر بالبنوك الإسلامية وانحصار الأدوات المطلوبة لإدارة ربحية أموالها وتحقيق متطلبات السيولة. وحث صندوق النقد الدولي الحكومات على ضمان الإصدار المنتظم عن طريق دمج الصكوك في الاستراتيجية المحلية الخاصة بإدارة الدين. وتخطط الكويت من جهتها جمع 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال طرح إصدارات جديدة في الشهور القليلة المقبلة. وتخطط المملكة العربية السعودية كذلك التي بها أكبر البنوك الإسلامية في العالم لبيع سندات دولارية للمرة الأولى هذا العام، قد تجمع من خلالها ما يزيد عن 10 مليارات دولار.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة ضيفنا السيد محمد نويلة الخبير المالي. أهلا بك سيد محمد، نرحب بك. يعني دعنا نسألك أولا، لماذا تخفت جاذبية الصكوك في هذه المرحلة؟ نرى حتى دول ممن كانت رائدة في مجال الصيرفة والتمويل والعمل المالي الإسلامي تتجه اليوم لأسواق السندات أكثر منها لأسواق الصكوك. نعم، مرحبا لبنى. دعيني فقط أذكر بعض الفروقات البسيطة ما بين الصكوك والسندات. فالصكوك حقيقة هي تعتبر أدوات تمويل، والسندات أدوات تمويل، ولكن المخاطرة تفرق لدينا هنا بين السندات والصكوك. فحامل الصكوك ومصدر الصكوك يتحملون المسؤولية، بينما السندات المخاطرة ملقاة على عاتق مصدر السندات فقط. ولذلك نجد أن الآن هذه الأيام نجد بأن الإقبال أكثر على السندات، أو سوق السندات مطلوب السندات بشكل أكثر، لذلك لوجود انكماشات الآن في السوق وتراجع في أسعار النفط. السندات توجد حيثما يوجد الركود، بينما الصكوك توجد حينما يوجد انتعاش وتنمية. ولذلك الآن إذا نسمع في الفترة الأخيرة عالميا التحوط، كلمة التحوط تردد كثيرا. فلذلك الآن الأسواق لديها نهم شديد على أدوات التحوط للتقلبات الكبرى التي حدثت في الفترة الماضية. ولذلك الآن السندات باستطاعتنا أن نصدر سندات والحصول عليها بأسعار رخيصة، أي أن البنوك المركزية باستطاعتها إصدار سندات بأسعار فائدة رخيصة أكثر من الصكوك في الفترة الحالية. ويجب علينا أيضا أن لا نفرق بين، يعني يجب علينا أن نفرق بين الصك والسند. يعني السند والصك لا يمكن اعتبارهم أداة مالية واحدة. أنا شخصيا أعتبرهم أداتان مختلفتين نهائيا، يمكن للمشرع استخدامهما حسب الظروف الاقتصادية المحيطة بك. ولكن ربما لأنه سوق السندات يعني لديه تاريخ من النضوج ومن الأدوات المتكاملة، في حين حتى الآن لا نرى بنية تشريعية واضحة أو متكاملة للصكوك، وهنالك اختلاف حتى الآن أو عدم اكتمال بالمعايير مثلا، ولا يوجد معايير موحدة. ربما هذا ما يعيق تطور وإقبال بعض الدول على الصكوك. طبعا الآن إذا نظرنا الآن إلى استخدام، الآن البنك المركزي ما يهمه في موضوع السندات والصكوك، يهمه أن يكون هذه الأداة للتحكم في عرض النقود. الآن لدينا المثال الماليزي على سبيل المثال، أصدر صكوك قصيرة الأجل لبيعها على البنوك المحلية، وذلك لكي تكون بديلا عن السندات في التحكم في عرض النقود. وما حدث أنه تم الإقبال عليها من قبل مستثمرين خارج ماليزيا، مما قد يحجم دور البنك المركزي الماليزي في استخدام الصكوك كأداة عرض النقود. وربما لهذا رأينا يعني أنه المركزي الماليزي أقدم على إيقاف الصكوك قصيرة الأجل لفترة من الفترات. نعم هو أوقفها، ولكن أعتقد أنني سمعت ولست متأكد من هذه المعلومات أنهم قاموا بعمل تشريعات حديثة الآن، أعتقد أنهم أرجعوها إلى الأسواق أو سترجع قريبا. يعني وحتى لو أرجعوها، مجرد عملية الإيقاف ومن ثم العودة، هذا يعني بأنه يعني البنية التشريعية ونضوج التجربة أو العمل ليست مكتملة حتى الآن في هذا السوق. أكيد بالطبع، نعم لدينا طريق طويل في الحقيقة لجعل الصكوك تربو إلى مرتبة السندات. السندات حاليا فعليا الآن في هنالك تحسن في هذا الموضوع، فبدأت الآن هذه الأدوات تطبق عليها معايير بازل شيئا فشيئا، بدأت بعض البنوك العالمية تعترف بها، بدأت بعض البورصات تضع معايير مثل بورصة لندن ولوكسمبورغ. فعليا هنالك تطور، لا نستطيع أن نقول أنه ليس هنالك تطور، ولكن ما زال الطريق طويلا لكي نقول أن السندات بإمكانها، أن الصكوك بإمكانها أن تحل محل السندات. على كل حال يعني هنالك محاولات عدة لتطوير هذا المجال، لتطوير الأدوات وهذا السوق، إن كان من ماليزيا، من إندونيسيا، حتى من دبي. ولكن أين تنجح هذه المحاولات وأين تخفق؟ أين مكامن الخلل حتى الآن؟
الآن 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 الصكوك لاقت نجاحا ورواجا كبيرا في 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 دول الخليج من الإصدار، ليست الإصدارات الشركات الخاصة كشركات التطوير العقاري، نجحت نجاحا كبيرا أيضا في ماليزيا وفي إندونيسيا في تمويل البنى التحتية، نجحت أيضا نجاحا كبيرا وأدت إلى عوائد جيدة لحملة الصكوك ولم تكون هدك على المصدرين. نعم هنالك حتى الآن لم توجد تجربة فشلت نمكن أن نعول عليها ونقول أنها فشلت 100% من الصكوك. فهو الوضع. على كل حال أنه أيضا الفشل ربما يكون فرصة للتعلم من أجل إصلاح الأمور وبالتالي البناء على أمور ثابتة. على كل حال هنالك شكاوى متعددة اليوم بأنه أيضا لا يوجد صكوك كافية مقاومة بالدولار الأمريكي، لا يوجد عرض كافي ولا حتى من مصادر موثوقة. هل تعتقد بأنه الأيام المقبلة سنرى أيضا تطور على هذا الصعيد؟ نعم، إذا تدخلت الحكومات بشكل مباشر في ضمان هذه الصكوك سيحدث لدينا نعم إصدارات كبيرة لهذه. هنالك يوجد كما قلت أنه يوجد مشكلة في وضع المعايير لإصدار السند لإصدار الصك، فكما تعلمين أن السند من السهل وضع المعايير له لأنه يعتمد على السيولة أو المال، أما الصك فهو يعتمد على أصول والأصول صحيح. تختلف الكواليتي، نعم الكواليتي أو معايير الأصل ليست كل الأصول بنفس الكواليتي أو بنفس الجودة، هنالك أصول حكومية، هنالك أصول خاصة، هنالك أصول، فلذلك الوضع لا يكون بهذا الشكل وهو معقد نوعا ما، ولكن يمكن التغلب عليه بتدخل الحكومة مباشرة لضمان هذه الصكوك، ثم سنجد انتشارا لها ونجد إصدارات جديدة لهذه الصكوك. ربما هنالك لذلك مطالب متعددة بأن يكون هنالك معايير موحدة ومعايير تقييم الأصول بشكل موحد. نشكرك ضيفنا من الدوحة السيد محمد نويلة الخبير المالي، شكرا جزيلا لك. انتهى موسم حج هذه السنة مخلفا عدة قراءات وقضايا اقتصادية، لا سيما أن هذا الموسم تميز بتقليص عدد الحجاج والذي بلغ أقل من 2 مليون حاج. وبينما تشير أرقام رسمية إلى بلوغ حجم عائدات القطاع الخاص 100 مليار ريال، يرى مختصون أن هذه الأرقام قد تكون أكبر من الواقع مع توقعات بارتفاع عائدات الحج على كافة القطاعات في السعودية خلال السنوات المقبلة ومع اكتمال مشاريع الأماكن المقدسة. يشكل الحج موسما سنويا اعتادت فيه السعودية الاحتفاء باستقبال ضيوف الرحمن. موسم هذا العام كان له خصوصيته لا سيما مع تقليص عدد الحجاج إلى أقل من 2 مليون حاج. وكانت الجهات الحكومية أعلنت عدة أرقام فيما يتعلق باقتصاديات هذا الموسم، ومنها بلوغ عوائد القطاع الخاص المتوقعة 100 مليار ريال، لكن مختصون لهم رأيهم في هذه الأرقام. الواقع أن الحديث عن أن يعني حجم اقتصاد الحج هو عبارة عن 100 مليار ريال أعتقد فيه شيء كثير من المبالغة، والواقع أن الحج وبالذات حج هذه السنة لا يصل إلى هذا الرقم كثيرا، هناك حاجة إلى إعادة النظر في تقدير يعني حجم اقتصاديات الحج، مع أن العلم يعني يؤكد أن اقتصاديات الحج هي جزء رئيسي جدا من الحج بشكل عام. ويتوقع أن يكون موسم العام المقبل أفضل من حيث العائدات، لا سيما أن هذا العام شهد تخفيف أعداد الحجاج بنسبة 20% لحجاج الخارج و 50% للحجاج المحليين. الرؤية أنه في عام 2030 يصل عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون، فالفكرة إذن موجودة ومخطط لها، وأتوقع أن يستمر يعني أن يبدأ هذا التخطيط عبارة من العام القادم. ولكن لننظر إلى عدد الحجاج وسبب انخفاض عدد الحجاج، هناك مجموعة من الأسباب، منع إيران حجاجها من الحضور للحج هذا أحد الأسباب، السبب الثاني بعض المشاكل التي يعني وتعترض المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تعترض بعض الدول الإسلامية، السبب الثالث هو تخفيض عدد الحجاج بسبب أعمال تطوير الحرمين الشريفين والبنية التحتية بشكل عام في مناطق الحج، والسبب الأخير هو التضييق على الحجاج غير النظاميين وحجاج الداخل. ويأمل البعض أن تساهم عائدات الحج والعمرة أكثر في الاقتصاد السعودي والذي لا زال يعتمد على عائدات النفط. أتوقع أنه خلال السنوات القادمة سوف يزداد عدد الحجاج المعتمرين، سوف تزداد المسؤولية على القطاع الخاص ونحتاج خدمات
سياحية وخدمات مساندة. وبحسب مسؤولين فإن لدى مكة المكرمة حاليا طاقة استيعابية فندقية تبلغ 3 ملايين سرير، وعند الانتهاء من تطوير المشاعر المقدسة تستطيع المملكة أن تستوعب نحو 4 ملايين حاج عام 2020. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. انتهت حلقة مشاركة لهذا الأسبوع، شكرا لكم على المتابعة. لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقع CNBC عربية وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.